بحلف بشرف الصحافة والإعلام إني بحمل سلاح الكلمة بمسؤولية وضمير ومشروع الوحيد لبنان شعارات ما في حل إلا نقطع الإعلام ونخلص من هالكذبة. بتروح الكذبة بس بتروح الحقيقة كمان. إيه شو يعني؟ هلأ صار دور فخيمة الرئيس. هلأ وريح كلنا لازم نصير إعلاميين بما إنه الدولة لقيت عيد الشهداء بعلن اليوم تأسيس حركة 6 أيام.